رح ننتقل هلأ لحتى نحن مع أبونا ميلاد مخلوف، كاهن رعيد بأعكفرة، معه لحتى يحطنا أكثر بالجو بالنسبة لنشاطات واحتفالات عيد مار شربل يلي رح تبدأ الأحد 8 تموز على ما صور بعرف. أبونا الله معك. إيه الله معكم. كيف الصحة؟ الحمد لله، الله يقويكم، وتحية لكل أسرة المحطة وكل المشاهدين. شكرا أبونا، نحن كثير حابين كنا نشوفك هون بالاستوديو تكون معنا نحكي أكثر عن بأعكفرة وعن عيد مار شربل، ولكن بعرف قديش عندك ضغط بشغل وتتجي من بأعكفرة لهون أو من الشمال وقت بدها كثير، ولكن هيك من خلال الاتصال الهاتفي بنقدر منك نقدر شوي تخبرنا أكثر عن برنامج عيد مار شربل اللي رح يبدأ من بعرف يمكن الأحد إذا الله بيريد الجمعة الجاية، والعيد هو 15 صح؟ 15. نعم، حطنا شوي بالجو، شو في شيء جديد، شو الاشياء اللي رح ترجع السنه الرعيه ترجع يعني كنشاط ترجع تعيده، شو الاشياء الثابته؟ نحن اول شيء بدي اتمنى يعني بعرف نحن دخلنا بشهر تموز اللي بنحسه بالرعيه عندنا هو شهر مخصص لاكرام الشربل بهالرعيه واللي بيكون في نشاطات تقريبا يوميه من اول تموز حتى اخره. وهذا الشهر هيك عزيز على قلبنا كثير بالضيعه، وبندعي كل ابناء الكنيسه وكل الراغبين انه يشاركونا بكل نشاطاتنا بقلب هالرعيه. هلا باسبوع عيد مار شربل اللي هو بيكون اسبوع مكثف اكثر من غير نشاطات، ببلش اكيد نهار الاحد بيكون مع التسعيه، ونهار الاثنين بيكون كل نشاطاتنا عم نحكي بعد الساعه 5 وبالطالع، يعني كل يوم مساء بيكون عندنا نشاط بقلب الكنيسه السيده. بالنسبة لنهار التنين بيكون في أبونا صليبة الإزح مع الفريق الروحي بيكونوا موجودين معنا على الساعة 7 ببلشوا الصلاة، بيكونوا واصلين على 5 ببلشوا الساعة 7 صلاة مصبحة قديس، ثم لقاء هيك لقمة محبة مع بعضنا البعض بقاعة الرعية. يعني هذه مش أول سنة يكون هذا الشيء صح؟ نحن أول جماعات أشياء ثابتة عم تكون تقريبا يعني نحن صار عندنا تقريبا هذا الاسبوع هو اسبوع ثابت جماعات روحيه، كل واحد كل جماعه عندها خبره روحيه معينه وبتحاول انه تعيشها معنا بقلب الرعيه، وبنفس الوقت بيعملوا نوع من تقليد سنوي بيعيشوا رياضه وبيشتركوا معنا فيها، بقى بنعيشها بطريقه شوي مميزه بهالجمعه. نهار الثلاثاء كمان مثل العاده مع أصدقاء الأربين، مع ست منى نعمي وكل الجماعة الصلاة بأصدقاء الأربين بيكونوا معنا نهار الثلاثاء كمان بيصلوا على بأعكفة على 5، بيعملوا قداس، بعد القداس بيكون في زياح بالأربين وصمد بالأربين، وعند الساعة 8 مساء بيكون في أخويت مار شربل بتعمل ساعة سجود من 8 ل 9، وبيبقى الأربين مصمود بقلب الكنيسة لأنه الأربين هو المكان اللي كان دائما مار شربل يلتجي له، وكان دائما يصلي قدامه وكان يتغذى منه لحتى يقدر يتقدس. بقى بنحسها كمان شغله اساسيه من روحانيه مار شربل. حلو ابونا، نحن عم يمرق معنا مشاهد عن اسبوع عيد مار شربل سنه 2017، يعني هيك عم نشوف المسيرات اللي عم نشوف الكنايس هون، عم نشوف بيت مار شربل موجودين هالجماعة. هلأ عم تمرق معنا صورة هاللقاء المسكوني عم بيكون السنة، بتخبرنا إمتى رح يكون هذا اللقاء السنة أو رح يكون؟ يعني بلا رح يكون في عنا بس مرقون ورا بعض، يعني تفضل. رح يكون في عنا مع المرنمي جمانة مدور رسيتال على الساعة 8 بالرعية. هلو. نهار ما بعرف اذا مرق قدامكم صوره عائله مار شربل اللي هي بتطلع يوم الخميس، صح، واللي بيكون لقائهم على 5 بيوصلوا، 6 نعمل مسيره على درب المراحل درب الصليب، بنوصل على دير مار حوشه بمكان مدرسه القديس شربل، وبنمشي من هونيك على 5 محطات لنختمها بقداس بكنيسه السيده، وبعد ما نخلص القداس بنلتقي مع بعضنا بلقمه محبه بالعشاء الكروي من تنظيم اخويه مار شربل. يعني هي كمان عم بيكون سنوي هذا. اكيد. نعم نعم. هلا نهار الجمعه اللي هو له هيك كمان نكهته الخاصه. نكهته الخاصه اللي هو بنكون فيه دائما بنصلي من اجل الكنيسه، وبنصلي من اجل وحده الكنيسه، وبنصلي مع جماعه ولجنه المسكونيه للحوار مع بالكنائس، وكل سنه بناخذ تان معين حتى
يكون هو موضوع لقائنا. نعم السنة نحن داعيين اللجنة المسكونية لحتى تكون موجودة معنا، وداعيين جماعة الكنائس اللي هي كنيسة العراق اللي هم الكلدان السريان والأشوريين، لحتى يشاركونا بها النهار بصلاة مسكونية بقلب الضيعة من أجل كنيسة العراق ومسيحيي العراق. أنا أذكر بس الوقت أبونا الأشخاص اللي عم بيشاهدونا ويلي بهمهم يكونوا موجودين بهذا الصلاة. أكيد. ويلي أنا بدأ الكل لأنه أنا حضرتها مرتين السنة الثانية يمكن على طول السنة الثالثة، الشغلة كتير كتير مهمة. سو أي ساعة رح يكون الصلاة؟ نحن بيوصلوا على الساعة 5، على الساعة 6 بنعمل صلاة مع بعضنا، ومن بعد منها بنلتقي هيك كمان حول لقمة محبة مع بعضنا البعض بقاعة الرعية، بيكون في أساتذة، بيكون في رؤساء اللجان، وبيكون في الكنيسة اللي هي ممثلة من العراق. نعم. رح تكون موجودة معنا السنة. حلو حلو. كان عم بتصور أبونا إنه بكنيسة بقع كفرة بضيعة ولمر شربل عم بيكون موجود كل الطوائف المسيحية على المذبح، يعني شغلة قديه بنشكر ربنا وبشفاعة مار شربل شو هالعجيبة الكبيرة عم بتكون. هو سبقنا بكثير لأن هلا نحن لحقينه عم نجرب نلحقه بهالانفتاح اللي قايم فيه مار شربل. نحن عم نلحقه، يعني نحن عم نشوف هو شو عم بيعمل تنجرب نعمل شيء مثله، وان شاء الله يعني بنعرف مقصرين كثير وبدنا كثير، يعني بدنا شفاعته دائما، والكنيسه كمان تطلب دائما هالمحبه اللي بقلوب قديسينا، كيف تنفتح على كل الناس، كيف تدعي كل الناس. ما عادش في حدود ابدا. ما في حدود. ابونا نهار السبت، نهار السبت شو عنا؟ بس بدي ارجع اذكر بنهار الجمعه. نعم. من بعد اللقاء المسكوني راح يكون في عندنا ريسيتال مع كنيسه جو كنيسه مرمرون طرابلس اللي حيكونوا كمان موجودين معنا بهالليله. يعني انا بوجه لهم تحيه لانه اول ما طلع البرنامج بعثوا لي لالي لانه بيقولوا نحن ببقى كفره فوق بهذا الوقت. ايه طبيعي طبيعي، هيدي الحماسه اللي نحن تربطنا محبه تربطنا مع بعض. ولما السنه رجعنا نظمنا هذا النشاط هن محمسين ونحن محمسين حتى نصلي سوا. رح يكون الساعة 8 بكنيسة سيد الرعائية صح؟ مزبوط. ريسيتال. ونهار السبت. نعم. بيكون عندنا التحضيرات للقاء سيدنا البطرك. بيبلش بمسيرة رح تكون على جهتي جبة بشري، رح نمشي من بين ومن حكرون. لا قبل شوي صغيرة بس لأنه فينا نحمل هالمسيرة رح تختتم بوصولها إلى الملعب البلدي مطرح ما سيدنا البطرك رح يحتفل بالقداس، بس رح نعملها شوي أصغر حتى نوصل قبل ما يوصل سيدنا البطرك. تنكون حاضرين للساعة 7 يكون موقف سيدنا وصل على بقع كفرة. عند الساعة 7:30 بيكون الاحتفال بالقداس بالملعب البلدي. اللي بيساع كتير ناس واختيارنا هالمكان حتى نقدر نستقبل اكثر عدد ممكن من الناس. نعم. ومن بعد منها اكيد صاحب الغبطه بيكون بيبقى كفله وبيبقى بيمشي شوي هيك بالشارع الرئيسي للبلده، ثم بيدخل الى قاعه الرعيه حتى نلتقي كمان حول لقمه محبه مع بعضنا البعض. نعم. واكيد من بعدها بيكون في الجو الفني اللي هو بيكون نهار الجمعه ونهار السبت. نعم. اللي بيقوموا فيه بلديه بقع كفله اللي بيصير بالملعب البلدي بالليل. نعم. بيعملوا حفلة فنية وبتصور في أثناء مثل ما تعودت مثل ما تعودت بقى كفرة كل سنة، يعني المهرجان الروحي ومهرجان الفني سوا يكونوا متزمين مع بعضهم. أبونا بس بالنسبة لنهار الأحد يوم العيد هو قداسات مثل ما بعرف كل ساعة بيكون في قداس. مزبوط. نعم. مزبوط رح يكون كل ساعة قداس. نعم. ولح يعني الرعاية المحيطة بقلب بقى كفرة محيطة بالجبة رح تكون مشاركة بكل قداس. نعم. رعية هيك بنكون عم نتفاعل مع بعضنا البعض، وهيك كل الرعاية بتكون عم تعمل زيارتها الحاجة تبعولها إلى عكفرة. بقى رح يكون نهار كمان حافل. نعم. بالقداسات بقلب الرعية واحتفالا بعيد. أبونا يعطيك ألف عافية. نحن بنشكرك، يعني بنشكر كل الجهود اللي عم تعملها لحتى توصل كلمة الله ولحتى تكون بقى كفرة فعلا على مستوى قداسة شربل. اللي عم تعملوه هو شيء كتير كبير. الله يقويكم. الله يخليك. نحن كمان نشكركم، نشكر المحطة، نشكر ناجي لك كمان لك دور كتير فاعل بهذا الموضوع. وكل إنسان بيقدر يوصل كلمة ربنا
إن كان على الأثير وإن كان على المصدر وإن كان بالرعاية وإن كان وين ما كان، هو بيكون مشكور. بقى ربنا يبارككم ويبارك على المحطة، والله يقويكم الله يقويك على ابونا، كل شيء ونشوفك عم لكن نحن تعمل. والمشاهدين ببقع كفرة، وبقول لك ينعاد عليك سرف. الله معك.